اليوم عطينا انطلاقة ديال المعرض الجهوي للماء في مدينة تحناوت. هذا المعرض اللي كانت فرصة أولا للتوقيع على اتفاقيات مهمة مع بالنسبة للحفاظ على الفرشة المائية بالنسبة لأوريكا، وكذلك البحث العلمي وتطوير البحث العلمي في مجال الماء مع جامعة قاضي عياض وجامعة محمد السادس. وكانت فرصة كذلك لتقديم أهم التقنيات التي يمكن استعمالها للاقتصاد في الماء ولمعالجة المياه العادمة، وكذلك البحوث الميدانية وكذلك الدراسات التي يتم القيام بها في هذا المجال من أجل تحسيس المواطنات والمواطنين في هذا الإطار، وإشراك المدارس والجمعيات المجتمع المدني لتحسيس المواطنات والمواطنين. من جهة أخرى فكانت فرصة كذلك لإعطاء انطلاقة ديال الطريق ما بين إمليل وأسني. الهدف منها وهو دي طريق سياحية واللي غتفك العزلة واللي غتحسن كذلك ظروف عيش ديال الساكنة في هذه المنطقة. كانت فرصة كذلك لتتبع أشغال ديال جوج سدود اللي هي مهمة، من بينها سد أيد زايد اللي قلصنا المدة الزمنية من أجل إنجازه بشهر، وكذلك سد شيشاوة اللي قلصنا المدة الزمنية ديال 6 شهور. وفي نفس الوقت كذلك كانت فرصة لكذلك استقبال الفريق اللي ساهم بقوة للعمل على إزالة الثلوج في هذا الظرف الصعب طبقا للتوجيهات الملكية السامية، واللي استطاع أنه يفك العزلة على 25 جماعة، والساكنة اللي استفدت من ذلك هي 172 ألف مواطنة ومواطن. وهذا بالطبع يشكل أولا عمل أساسي واللي تدخل في إطار أولا الحفاظ على حياة المواطنات والمواطنين وتسهيل ظروف عيشهم. والحمد لله الحمد لله على هذا الثلوج اللي غيكون عندها وقع إيجابي على الفرشة المائية، وكذلك على إحياء أنهار اللي كانت مع الأسف مع الجفاف كانت اندثرت.